كيفية وضع رابط في ستوري الانستجرام بعد التحديث الأخير. بنفتح الانستجرام وعلشان نضع ستوري بنضغط هنا على علامة الزائد اللي موجودة داخل المربع في أعلى الشاشة، بيظهر معانا الخيارات دي. عندنا الخيار الثاني وهو ستوري، بنضغط على ستوري أو قصة، بيفتح معانا طبعا الشاشة، شاشة التصوير. ممكن تاخد ستوري بشكل مباشر، تصور ستوري بشكل مباشر عن طريق الضغط على الدايرة اللي باللون الأبيض اللي موجودة في الأسفل، أو إنك تختار ستوري مخزنة عندك في الهاتف عن طريق الضغط هنا في أسفل يسار الشاشة لو الانستجرام عندك باللغة الإنجليزية، أو في أسفل يمين الشاشة لو الانستجرام عندك باللغة العربية. بياخدك مباشرة على كل الصور أو الفيديوهات الموجودة عندك في الهاتف، بتختار الستوري. أنا هنا هصور ستوري بشكل مباشر زي ما احنا شايفين، صورنا ستوري. علشان نضع لينك او رابط داخل الستوري عندنا هنا الملصقات اللي موجودة في الاعلى، بنضغط على خيار الملصقات، بيفتح معنا مجموعة من الخيارات. عندنا هنا في الاسفل خيار لينك او رابط، خيار لينك او رابط اللي موجود معنا ده. طبعا لو بيظهر معاك خيار لينك او رابط بتحدث الانستجرام الى اخر نسخة وبالتالي بيظهر معاك، فدلوقتي هنضغط على لينك او رابط. زي ما احنا شايفين هنا بيطلب مننا عمل لصق للرابط اللي موجود معاك، اي رابط موجود معاك بتنسخه وبتيجي هنا تعمل له لصق بالشكل ده، ثم بعد كده بتضغط على دن او تم، وبالتالي الرابط اصبح موجود معاك. ممكن تحركه، تغير مكانه، تكبره، تصغره بالشكل ده، وبتعمل طبعا سند تو او ارسال الى القصة، وبالتالي الرابط اصبح موجود معاك في ستوري الانستجرام. ياريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة، وشكرا جزيلا على المتابعة.